حياكم بالزبدة، معاكم خالد، واليوم راح نشوف القهوة التركية مرة ثانية من أرزم أوكا. أرزم أوكا جهاز قهوة تركية سهل الاستخدام، حبيت أقارنه مع جهاز القهوة التركية اللي سويته قبل فترة قصيرة، وأنا من محبي القهوة التركية فقلت ليش لا أرزم أوكا. فتعالوا معي نفتح الجهاز هذا، نسوي له أنبوكسنج الحين. قراطيس هني وهناك، في داخل قفشة عشان تعرف مقادير القهوة. من ورا نشوف تحط الماي مثل ماكينة قهوة النسبرسو، في دقمة من ورا عشان تشغل الجهاز، وعندك ظاهر حق كمية الماي أو القهوة اللي راح تطلع من الجهاز. في عليها ثلاث دقم، الدقمة اللي فوق اللي هي تخلي القهوة تطبخ على راحتها، تخليها يعني يصير فيها ريحة القهوة التركية وتخلي طعمها أقوى. هذا اللي قاعد يقوله الكتيب. الدقمة الأولى حق فنجان واحد، الدقمة الثانية حق فنجانين، يعني تقدر تحط فنجانين يم بعض تسوي فيها قهوة تركية حق فنجانين. رابع دقمة اللي هي تحت حق التنظيف الذاتي بالماكينة، في تنظيف ذاتي بهالطريقة، ويقول لك في تنظيف بطريقة ثانية إنك تفتح الغطاء اللي فوق يطلع معاك علشان تنظفها بكل سهولة. ونسوي قهوة التركية. القهوة والشكر اللي راح احطها في الماكينة شركة تركية، فنفس البيكو لازم تسوي قهوة تركية صح. فنسوي قهوة تركية حق كوب واحد. طبعا فيها رغوة خفيفة من فوق، وهذا اللي تبيه من القهوة التركية. قهوة تركية صح. اشوف ان العملية سهلة جدا، يعني اسهل من البيكو. البيكو لازم تشيل وتحط القطعة اللي تحت تطلع عشان اذا صب عندك اي شيء من تحت تضفها بكل سهولة. والارزم اوكا بس تنباع في يوريكا. شكرا لكم لمتابعة الحلقة هذه، اذا عجبتكم الحلقة سووا لايك، واذا تبون تشوفون فيديوهات ثانية من الزبدة وهذا شيء اهم تسوونه ان تسوون سبسكرايب في دقمة سبسكرايب، سووها حق البرنامج عشان ما تطوفكم الفيديوهات المستقبلية. حياكم بالزبدة.